تمثال مثلا بيقول لك ان الشركه دي كان عندها رصيد في بدايه السنه للماتيريال، دي شركه صناعيه عندها ماتيريال وعندها ويب وعندها فينيش جود، ده المخزون اللي عندها في بدايه السنه كان 30 80 و16، كان في نهايه السنه كان 44 و70 و24. حلو، جه قال لك بعد كده ان الشركه دي في خلال السنه اشترت ماتيريال ب 160، وكان خدت ديسكاونت ب 2000، وكان عندها تكلفه عماله ب 200، وكان عندها اوفر هيد 150. طالب منك ايه؟ شكل الامتحان بيجي لك كده، يقول لك احسب لي تكلفه البضاعه المباعه في نهايه السنه. حلو قوي قوي قوي، السؤال بسيط جدا. دايما في اسئله السي ام اي نقرا السؤال عشان وما نخشش ما نطولش، ممكن يكون السؤال طويل جدا والمطلوب حاجه بسيطه جدا، فدايما بنقرا السؤال وبعد كده نبدا نحل. طب تعالى نشوف الحسبة دي ماشية ازاي. احنا قلنا ان تكلفة البضاعة المباعة نرجع تاني عشان نبص، تكلفة البضاعة المباعة في الشركات الصناعية هي عبارة عن الدايركت بيجيننج دايركت ماتيريال زائد النت بيرشيسز، نت بيرشيسز تحط تحتها 100 خط ناقص الاندنج دايركت ماتيريال، هي دي دايركت ماتيريال مستخدمة في الانتاج. احنا قلنا ان المنتج بيتكون من دايركت ماتيريال والليبر واوفر هيد، هنجمع عليها الليبر والاوفر هيد هي دي تكلفة التصنيع. هنجمع عليها بيجيننج ويب ونشيل منها الاندنج ويب، هي دي البضاعة المصنعة. هنجمع منها بنجمع عليها بيجيننج اف جي ناقص الاندنج اف جي، دي تكلفة البضاعة المباعة. طب تعالى نشوف السؤال بيتحل ازاي، السؤال بسيط جدا. عندي دايركت ماتيريال، هنبدا اول حاجة نجمع ايه دايركت ماتيريال. دايركت ماتيريال ده مخزون. طب رصيد البداية بتاعت الدايركت ماتيريال عبارة عن ايه؟ كان رصيد البداية 30 زائد البرشيسز، البرشيسز كانت كام؟ زائد 160، ادي البرشيسز. هنشيل منها الديسكاونت ان احنا بناخد النت برشيسز اللي هو ال 2000. يبقى احنا قلنا رصيد البدايه زائد النت برشيسز اللي هما ده ناقص ده. خلاص؟ ناقص الاندنج رو ماتيريال ال 44 هيديني الدايركت ماتيريال يوزد. يبقى الدايركت ماتيريال يوزد هي ال 144. تاني اول حاجه بنعمل ايه؟ دايركت ماتيريال ايه؟ بنقول رصيد البدايه 30000 زائد البرشيس 160 اللي هو النت برشيس 160 ناقص ال 2000 يعني في ديسكاونت، يبقى صف الشراء اللي هو ايه؟ 160 ناقص ال 200، فقلنا 30 زائد 160 ناقص ال 2000 هيدي. بعد كده نشيل منها الاندنج ماتيريال هيديني تكلفه الدايركت ماتيريال المستخدمه. بعد كده قلنا بنجمع عليها الدايركت ليبر اللي هي ال 200، بعد كده بنجمع عليها الاوفر هيد اللي هو 150، ادي 200 اهو و 150. بعد كده بنجمع عليهم البيجيننج ويب اللي هو ال 80، ونطرح منها الاندنج ويب اللي هو ال 70 اهو. بعد كده بنجمع عليها البيجيننج فينش جود اللي هو ال 16، ونطرح منها الاندنج فينش جود اللي هو ال 24، هيديني الاجابه كام؟ 496. ادي الاجابه 496 وهي اجابه صح. قال لك ان الكوجز بتتحسب في الشركات الصناعيه بكل المصاريف اللي حصل خلال الفتره اللي هي ايه؟ الدايركت ماتيريال. وزي ما رجعنا تاني هنا قلنا نرجع تاني ان قلنا ان الشركات الصناعيه لها ثلاث انواع منتجات، منتجات تحت التصنيع، منتجات في تحت في الخطوط تمت بس لسه في الخط، منتجات في المخزن. دي اسمها فينش، ده فينش جود وده فينش جود وده فينش جود، قصدي ده رو ماتيريال وده فينش جود وده فينش جود. وقلنا ان الحاجات المانيفاكتشرنج بتاعت التصنيع بتتكون من حاجه من ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر اوفر. فاحنا عشان نحسبها بنعمل ايه؟ بنقول عشان بنجيب تكلفه الدايركت بيجيننج دايركت ماتيريال، نجمع عليها النت بيرشيسز صف المشتريات، نشيل منها الاندنج هيديني الماتيريال المستخدمه في الانتاج ده اللي استخدموه. طب وهما بيستخدموا كان في عماله، نجمع عليها الدايركت ليبر، كان في مصاريف تشغيل اللي هو الاوفر هيد، هيديني تكلفه التصنيع اللي تمت في الانتاج. طب ما انا عندي بضاعه كانت اتعملت بس على الخطوط، يبقى نجمع رصيد البضاعه على الخط ونشيل منها الرصيد النهائي على الخط، هيديني المستخدم على الخط. طب ما انا عندي فينش جود في المخزن، هنجمع رصيد بدايه المخزن ناقص رصيد نهايه المخزن هيديني تكلفه البضاعه المباعه. نفس الطريقه اللي احنا حسبناها هنا هي نفس الطريقه اللي جوه. جاب الدايركت ماتيريال بيجيننج دايركت ماتيريال، جمع عليها النت بيرشيس اللي هو 160 ناقص الديسكاونت، وشال منها الاندنج ال 44، اداله ايه؟ اداله الدايركت ماتيريال المستخدمه في الانتاج. بعد كده جمع عليها الدايركت ليبر، جمع عليها الاوفر هيد عشان يديله تكلفه التصنيع اللي تمت في المرحلة الأولانية. المرحلة التانية اللي احنا قلنا عليها مرحلة الويب، قلنا تكلفة التصنيع.
دايركت ماتيريال حسبنا اليوسج بتاعها، كمان انا دايركت ليبر والاوفر هيد. بعد كده عندي تكلفه التصنيع، تكلفه الخطوط بيجيننج ويبنس اندنج ويب، بيجيننج فينش جود بس اندنج فينش جود، هذه تكلفه البضاعه المباعه. كده عرفنا طريقه حساب تكلفه البضاعه المباعه في الريتيل وفي مانيفاكتشرنج. هنتكلم بقى الانكم ستيتمنت فورمات. الانكم ستيتمنت فورمات ليها طريقتين، يا اما سنجل ستيب يا اما مالتيبل ستيب. سنجل ستيب ان انا بقول ريفينيو واحط كل الريفينيو ناقص الاكسبنسز واحط كل الاكسبنسز. المالتيبل ستيب ان انا بقول الايرادات ناقص الكوكس يديني الجروس بروفيت، عشان منها السيلينج والادمن يديني الاوبريتنج الربح بتاع التشغيل، شيل منها الاذرز جين والاذرز لوس يديني الربح قبل الضريبه، شيل منها الضريبه يديني صافي الربح. التقسيمه دي ليها هدف معين وليها غرض معين. اول حاجه انت بتجيب جروس بروفيت، بتجيب مجمل الربح بعد ما شفت المصاريف المباشره. بعد كده الكولوم تحت دي قلنا دي مصاريف غير مباشره بس ليها علاقه بالايراد فلازم تنزل، فبالتالي هو بيعرضهم بطريقه تفيد المستفيد، ودي اكتر طريقه كومن منتشره في الشركات. مع بعض الجزء الاخير في الانكم ستيتمنت حاجه اسمها ريبورتنج الريجولار ايتمز. يعني ايه ريبورتنج الريجولار ايتمز؟ يعني ايتمز او حاجات بتنزل في الانكم ستيتمنت بس بتنزل بعد النت بروفيت. هتقول لي في حاجه بتنزل بعد النت بروفيت؟ مش احنا كنا قايلين ان الانكم ستيتمنت بتتكون من السيلز، شيل منها تكلفه البضاعه المباعه يديني حاجه اسمها الجروس بروفيت صافي مجمل الربح، شيل منها بقى السيلينج والادمن يديني ايه؟ صافي ربح التشغيل، شيل منها الاذر جين واللوس يديني ربح قبل الضريبه، شيل منها الضريبه دي نت انكم، اخرنا النت انكم. طب هل في حاجه ممكن احطها بعد النت انكم؟ اه في حاجه ممكن تحطها بعد النت انكم بس دي اسمها ديسكاونتنج اوبريشن، ديسكونتينيود اوبريشن. ديسكونتينيود اوبريشن يعني حاجات تشغيل، حاجات تشغيليه غير مستخدمه او اتوقفت. زي ايه؟ عندي خط انتاج، خط انتاج ده كان شغال وتمام وبعد كده وقفنا خط الانتاج ده، فالمصاريف المتعلقه بوقف النشاط احنا قلنا احنا بنحط في الانكم ستيتمنت كل المصاريف اللي علاقه بالاوبريشن، علاقه بالتشغيل. طب المصاريف اللي علاقه بالخط ده وغير مستخدمه دي مالهاش علاقه بالتشغيل، نحطها في حاجه اسمها ديسكونتينيود اوبريشن. كونتينيو يعني مستمر، ديسكونتينيو يعني وقف الاوبريشن، مصاريف علاقة بايقاف النشاط. قالك it must be presented in separate section، لازم تبقى تظهر بشكل منفصل between the income from continued operation between the net income and the net income. تمام، دي لازم تظهر بعد النت انكم. قالك it must be shown as a net of tax، تظهر خالية من الضريبة. ليه؟ لأن أنت هنا في النت انكم خدت الضريبة بتاعتك، تمام؟ فهي ما ينفعش تاخد ضريبة على ضريبة. فبتيجي في النت انكم بتشيل من الارقام دي الضريبه، تمام. بعد كده بيقول لك بتريبورت بتو كومبوننتس، لما بنيجي نسجلها بيبقى ليها طريقتين. اول حاجه بنقول عليها الربح او الخساره الفروم اوبريشن اوف كومبوننت ذات هاف بي ديسبوزد، الربح او الخساره اللي جايه من وقف النشاط يعني انا عندي خط انتاج، خط انتاج ده وقف مكلفني ايجار ومخزن ومش عارف كل المصاريف اللي علاقه بالنشاط اللي واقف ده، ليها ربح او خساره. بحط المصاريف دي صافي بعد شيل الضريبه بتاعتها، والنوع الثاني جين اور لوس بعد ما بيع الخط الانتاج ده. يبقى المصاريف اللي لازمه في وجود الخط الانتاج اللي موجود، ومصاريف الربح او الخساره جايه بعد بيع خط الانتاج. يبقى باختصار النوع الوحيد اللي بيجي في الريبورتنج الريجولار ايتم المصاريف اللي ملهاش علاقه بالاوبريشن بس لازم تنزل بعد النت بروفيت، هي الحاجات الديسكونتينيود اوبريشن، الحاجات اللي علاقه بوقف المصاريف اللي علاقه بالنشاط وقف مش شغال، فاي ايجار وتخزين او اي حاجه لها علاقه بمصاريف نشاط وقف بتتحط بعد النت انكم وبتحط صافي من الضريبه، ولغايه ما بتحط الربح او المصاريف او الايرادات اللي علاقه بالتخزين ومصاريف والايرادات اللي علاقه ببيع الاصل اللي موجود بعد ما النشاط وقف. بعد كده هنتكلم على الليميتيشن بتاعت الانكم ستيتمنت. الليميتيشن بتاعت الانكم ستيتمنت، ايه عيوب الانكم ستيتمنت؟ اول حاجه ان هي does not always show all items، ان في items ما بتظهرش في الانكم ستيتمنت، تظهر في قائمه اسمها OCI، وقلنا هنشرح المره الجايه ايه الـ OCI.
فده اول عيب من عيوب الانكم ستيتمنت، ان في بعض البنود ما بتظهرش فيها، بتظهر في قائمه اسمها الاو سي اي. تاني عيب في الانكم ستيتمنت ان انت تبدا حاجه اسمها الاكروال بيز مش الكاش بيز، فبالتالي ما تقدرش تعرف الشركه ليها كام او عليها كام كفلوس بشكل واضح. الحاجه الثالثه ان البريبريشن بتاع الانكم ستيتمنت بيعتمد على حاجه اسمها المانجمنت جادجمنت، على الحكم الاداري. يعني ممكن الشركه تقول لك لا شيل المصروف، لا علي المصروف، لا نقلل من المصروف، فما بيظهرش الارقام بشكل فير بشكل حقيقي. حته الانكم ليميتيشن بتاعت الانكم ستيتمنت مهمه جدا، لازم الناس تركز فيها وتعرف هي ايه، عشان دي مهمه وبتيجي في الامتحان. الحاجه الاخيره بقى وهنتكلم عليها في عجله، حاجه اسمها الشير بيزد بيمنت اند امبلوي بنفيتس. ده بيتكلم على ايه؟ ده باختصار ممكن نصوره بارباح بالديفيدنس اللي بتتوزع على الموظفين. الشركه ممكن توزع الارباح بتاعت الموظفين اللي عندها في شكل ايه؟ احنا هناخدها بالمثال بعد كده نشرحها. يا اما الشركه يكون عندها ارباح توزعها للناس، تمام، في شكل كاش، تيجي للموظف اخر السنه تديله الكاش الربح السنوي بتاعه. يا اما الشركه تيجي تقول له انت ليك ربح عندي هبقى اديهولك، يا اما الشركه تعمل تديهوله في شكل اصل ثابت، تقول له انت ليك عندي ليك عندي اصل ثابت بحقك يكفي حقك في الربح بتاعك، يا اما الشركه تيجي تديهوله في شكل ستوك، في شكل اسهم، في شكل اسهم. دي نفس الفكره بالظبط. بيقول لك الشركه هنا الشير بيست بيمنت، المدفوعات المعتمده على الاسهم اللي لها علاقه بالموظفين، هي عباره عن كومن شير بيست بيمنت اجريمنت او ارينجمنت، هي عباره عن ديل بيتم بين طرفين، بيتم بين الشركه وبيتم بين الموظف. بتيجي الشركه تقول للموظف انا هديك المستحقات بتاعتك في اخر السنه في نوع من النوعين، يا اما في شكل ايكويتي يا اما في شكل لايبيلتي. هتديني مستحقاتي ومرتباتي ازاي في شكل ايكويتي في نهايه السنه؟ هنتكلم في شكل لايبيلتي. شكل لايبيلتي هاجي اقول لك هنسميها حاجه اسمها شير ابريشيشن رايت. يعني الشركه بتيجي تقول لك انا هديك فلوس بتاعتك في شكل رايت، شكل حق، في شكل كاش، طالما لايبيلتي في كاش. فانت ليك عندي في نهايه السنه مبلغ 200,000 جنيه هديهم لك في شكل مدفوعات نقديه، بس اما اجي اديها لك هنشوف الماركت برايس بتاع الشركه عامل ازاي واديك الفلوس بناء عليها. فبالتالي هو بيجي يقول لك ايه، طالما انا هديك فلوسك كاش فده بقى التزام عليا. فبالتالي طالما هو التزام عليا فبتحط في جانب اللايبيلتي، فبيبقى اسمه شير ابريشيشن رايت. شير ابريشيشن يعني زي مش ابريشيشن، مش معنى تقدير، ابريشيشن هنا معنى اضافه. فهديك فلوسك في شكل الحق ان انت تاخد فلوسك كاش، بس بعد بس ايه، بناء على استخدام الماركت برايس، سعر السوق بتاع الشركه بتاع السهم بتاع الشركه عامل كام. بنيجي في نهايه السنه نقيم سعر السوق او سعر الماركت بتاع الاسهم بتاع الشركه عامله كام، بناء عليه بنديك توزيعات الارباح في شكل كاش بس بالماركت برايس. فالنوع الاولاني بيبقى لايبيلتي، لان الشركه هتديك فلوسك في شكل كاش فده التزام عليها فبتحطه في جانب اللايبيلتي. النوع الثاني ان الشركه هتديك فلوسك في شكل ايكويتي، هتقول لك ايه، بدل ما اديك فلوس هديها لك في شكل اسهم، فانت هيبقى ليك الحق انك تبقى شريك في الشركه طالما شكل سهم. فبنسميه حاجه اسمها شير اونرشيب. فالشركه بتيجي في نهايه السنه بتوزع اسهم على الموظفين بدل ان اكستشينج فور ذير سيرفيس، الخدمات اللي بيقدمها الموظف. بدل ما اديك يا عم فلوسك وايراداتك او مرتباتك في شكل فلوس ويبقى لايبيلتي عليا، لا انا هديهولك في شكل سهم وتبقى شريك في الشركه، او ممكن اديهولك في شكل حاجه اسمها كول اوبشن. كول اوبشن هو بيديك الحق، بيديك الرايت اللي هو الحق انك تشتري السهم بتاع الشركه في نهايه السنه مقابل الخدمات. الفرق بين ده وده ايه؟ الشير اونر شيب انا اديتك السهم خلاص، انت بقى ليك عندي سهم في نهايه السنه مقابل الخدمات انت هتقدمها لي خلال السنه. لكن الكول اوبشن ده بديك الرايت، بديك الحق في استخدام الاوبشن ده، يا اما تاخده فلوس يا اما يكون عندك الحق ان انت تبدله في شكل ستوك. فاول نوعين من الكول اوبشن والشير اونرشيب
دول ايكويتي، طالما هتشتري سهم فانت شريك في الشركه فده ايكويتي. اما الجزء الثاني بيبقى لايبيلتي، ان الشركه هتديك فلوسك في شكل كاش فهيبقى لايبيلتي على الشركه، بس هتبدا تقيم الاسهم بتاعتها سعرها كام وتيجي تديك نصيبك في الخدمات اللي انت قدمتها للشركه. طيب فبالتالي ان الشير بيزد ارينجمنت، ان الديل بتاع الشير بيزد ارينجمنت بتاع الاسهم هو عباره عن ديل بين طرفين، هو اجريمنت، عقد بين الشركه وبين انذر بارتي، العقد بين الشركه وبين انذر بارتي بين طرف اخر، بيبقى في شكل حاجتين، اما في شكل كاش او اسيت، فلو انا هديك في اصولك في شكل اصل فده التزام على الشركه فهيبقى لايبيليتي، او هديلك في شكل كاش فده التزام على الشركه فهيبقى لايبيليتي. بس اما باجي اديك الفلوس دي بعمل ايه؟ بشوف سعر السوق عامل ايه وباجي اديك فلوسك، فبيبقى اسمه كاش سيتد. طب النوع الثاني بيبقى شكل في ايكويتي، بديهولك في شكل ايه؟ يا اما بديك شير، يا اما بديك شير اوبشن او الكول اوبشن، بديك الحق ان انت تيجي تشتري السهم بتاعي، فبيبقى شكل اسمه ايكويتي سيتل. كده خلصنا مع بعض الانكم ستيتمنت. لو في حد مش فاهم حاجه يقدر يرجع لي. اشكركم وشكرا جزيلا لاسئلتكم الدعاء. خلصنا مع بعض الجزء بتاع الانكم ستيتمنت، وخلصنا قبل كده الجزء بتاع البالانس شيت. ان شاء الله هنبدا نحل مع بعض الليكتشر الجايه شويه اسئله عن الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، الصوره هتوضح اكتر، الدنيا تبقى بسيطه. هنزل لكم شويه اسئله الناس تبدا تحول فيها، ولو حد عنده سؤال يقدر يرجع لي او يبعت لي وانا ان شاء الله هرد عليه. في بعض الاجزاء برضو اللي علاقه بالكوستنج ما دخلتش فيها قوي عشان نشرحها في الكوستنج بالتفصيل. في بعض الاجزاء اللي علاقه بقائمه الاو سي اي هنشرحها في القائمه اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل. فاللي انا محتاج نفهمه احنا ايه البالانس شيت، مكونات البالانس شيت، الانكم ستيتمنت، مكونات البالانس، مكونات الانكم ستيتمنت، الفرق بين الانكم ستيتمنت والبالانس شيت، الليميتيشن بتاعت الانكم ستيتمنت، الليميتيشن بتاعت البالانس شيت ايه، نبقى فاهمين الفرق بينهم. نبدا نحل بقى، عندكم وقت ان تبداوا تحلوا، بعت لكم ماتيريال على الجروب على الفيسبوك. الناس اللي جايه من اليوتيوب او جايين من لينكد ان وما عندهمش الجروب هحط لكم منشن تحت باسم الجروب على الفيسبوك. منزل فيه الماتيريال بتاعت سي دي تيست بتاعت 2017، تقدروا ان شاء الله تستخدموها. هتلاقوا بس فيها شويه ترتيب بارت 1 مكان بارت 2 كده، هتفتح هتلاقي فيها بارت 1 وبارت 2، هتفتحوا بارت 2 هتفتحوا الجزء بتاع الايثكس، هتلاقي فيه الجزء بتاع الانكم ستيتمنت والجزء بتاع البالانس شيت. حلو الاسئله اللي جواها، حلو ستادي سيشن عشان تعرفوا الاجابه، السؤال ايه، حلت صح ولا غلط، الاجابه عامله ازاي. اللي عنده سؤال يقدر يبعتهولي، وان شاء الله هنزل لكم شويه اسئله كده عشان نرفرش الدنيا ونشوف الانكم ستيتمنت على الواقع شكلها عامله ازاي والبالانس شيت عامله ازاي. اتمنى لكم التوفيق واسالكم الدعاء. شكرا.